مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله مناح. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد من فرقة او قناة فري سوبر ستارز. اليوم بدنا نصور لكم فيديو جولة بغرفتي انا ومريم اللي هي فاطمة ومريم. مريم احيانا تطلع معنا ضيفة، بس بنحب يعني تطلع معنا. احنا قبل الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب. احنا عملنا فيديو انواع البنات في رمضان، بس ما لقينا مشاهدات كثير. زيدوا لنا اشتراكات ومشاهدات، هذا ضروري لنا لإلا بنسكر القناة. احنا قلنا لكم يوم الاربعاء رح نصور جولة في غرفتهم، هلا رح نصور لانه كنا مشغولين كثير ما قدرنا. احنا حاسين انه ما حدا بيتفرج علينا، واحنا لو هذا صار عن جد وما لقينا يعني مشاهدات كثير عن جد ممكن نسكر القناة، بس احنا ما هنسكرها لانه احنا بنحبكم وبنحب نعطيكم فيديوهات. ويلا نبدا. اوكي، بدنا نبدا من الباب. هذا الباب هو حاطين عليه شوية ملتزمات. تعالوا هنا، هنا حاطين شوية ألعاب لينا. تفضلي انتي فريزر معايا، وده الدولاب اللي هو أول خزانة يعني بتاع ماما وبابا. في ثلاث أقسام، وأنا بتاعي أنا ومريم برا. مريم تعالي معايا. احنا حاطين أنا ومريم بتاعنا برا لأنه ما لقيناش مكان نحطه هنا، فلقينا الموضوع يعني هيبقى ضيق لو عملنا كده. يلا نروح على سرير. ده سريري وده أنا مريم. حط عليه كل حاجاتي وبستخدمها وقصقصتها وألعابها وحاجاتها. وده سريري أنا بنام في الطبق التاني. حاطة كل قصقصاتي كمان زي مريم، بس مش حاطة ألعاب طبعا يعني. بس هنا في حاجات كده احنا حاطينها يعني بورد وكده، وهنا ده الكرسي كده عشان يعني مريم ما تواجهش صعوبة لو هي عايزة تطلع على سريري. وطبق اهو بس يا مريم. وده بيت باربي، هو يعني هناك شوية، بس انا عندي البيت باربي ده، ف يعني عشان شايفين صغير شوية فبنصور عندهم. المهم دي التسريحة. مريم اتكلمي معايا. مريم فيها كم درج؟ واحد اثنين. فيها كم درجين؟ درجين. حطينا عليها مشاطنا وحاجاتنا ويعني كده تسريحة مريم ومقلمة وكده يعني حاجات زي كده. و طب هاتي هاتي. هنا حاطين ألعاب مطبخ يعني كده، بس عندنا 2000 حاجة يعني. وتحت حاطين كده هناك كده بيت صغير صغير. وهنا حاطين بقى سلة الألعاب أكيد مكركبة يعني، حاطينها وحاطين فيها شوية ألعاب لينا وبكده كل ده.